فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة 5 تكبيرات فماذا نقول بعد الرابعة؟ اللي عليه الجمهور واللي عليه العمل 4 تكبيرات، فلا يكبر أزود من 4 تكبيرات يشوش على الناس. نعم، اسأله إذا كبر 5 اسأله وش تسوي، أحرجه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.